اهلا وسهلا، اهلا ازيك يا لينا، استاذه نيرفانا؟ منورانا ازيك؟ خالص. استاذنك فكرينا كده بالحاجات اللي بتعمليها وعرفينا بنفسك. انا بشتغل في الكونسلتاتيف تريننج، وبدي تدريبات في حتت مختلفة، ومن ضمن التدريبات دي اللي انا بديها مع طبعا اباء وامهات كتير بطبيعة الحاجات يعني اللي بشتغل فيها. انا بشتغل مع شركات، بس طبعا الناس اللي بتشتغل هم اباء وامهات، فبيبقى فيه احتياج ملموس قوي للتعامل ازاي مع الناس ومع اطفالي كمان بالاول. ده كلام كبير قوي. احنا الحلقة دي قبل ما نقعد مع حضرتك سألنا الأطفال على شوية حاجات كده، أنا كنت متوقعة الإجابة بس هقولها لك وقولي لي هنعمل إيه. سألنا الأطفال، كان فيهم صغننين كده وفي الكبار وكده، ماما بتقعد على الموبايل قد إيه، أو بابا بيقعد على الموبايل قد إيه، وطبعا عشان مش بيعرفوا يقولوا ساعات فبقى نقولها لهم قولوا قد إيه كده وكده. فمثلا بابا بيمسك بيستخدم الموبايل قد إيه، اعمل كده، وفي ناس يعملوا كده لحد ما ايديهم يلمسوا ورا، وفي ناس بيقولوا كده كده يعني. وبعدين السؤال اللي بعديه مثلا او في حلقات تانية عرفنا انه طب وبيقعد معاك انت قد ايه، او بتقعد معاك، فتبقى الاجابه كده لو هم مش بيعرفوا يقيموا الوقت. ايه ايه قولي لي مبدئيا، يعني ده بيسبب ايه للاطفال وبيوصل لهم ايه، ونعمل ايه يعني، وندرك ازاي اصلا ان احنا بنعمل كده. اوكي، دول 3 أسئلة في الحتة دي. انا عايزة اجيب سؤال ابدر شوية. اتفضل. عايزة اجيب سؤال، هو احنا بنعمل كده ليه كاباء وامهات؟ ماشي. انا كأم برضو عندي وقت كتير قوي بعمل فيه كده، بس عايزة اقول انه احنا بنعمل كده لانه غالبا الموبايل ده بيبقى النافذة على العالم، حتى انا عايزة اطلع بيها بره المسؤوليات وبره الواجبات وبره الارهاق اللي انا ببقى فيه كأم، مطرح شغل ومطرح عيال ومطرح توضيب بيت والخ الخ. فغالبا انا لازم ادرك كأم وكأب انه اوقات انا بعمل ده علشان ده الحته اللي انا كاني بطلع بيها بره المسؤوليات اللي ورايا. النفس يعني اللي بتنفس. كاني يعني حاجه انا عايزه عالم افتراضي عايزه اعيش فيه ما فيهوش الحقائق المؤلمه اللي انا بتتحداني دلوقتي. فاحنا خلينا نقول انه احنا ده احتياج عندنا حقيقي حقيقي، ده احتياج ومش غلط ومشروع، يعني مش غلط ومشروع. اتكلمنا في شويه قبل كده عن الحريات، انه انا كبني ادم انا نفسي ابقى حر، انا نفسي ابقى مورياش حاجات كتيره تشدني وتأيدني ومسؤوليات وقرارات وارهاق جسدي وذهني كبير يعني. بس في حاجه اسمها برضو مع الحريات في واجبات ومسؤوليات. انا قررت ابقى ام، يعني انا دايما بقول لنفسي الكلمه دي، نيرفانا انت قررتي تبقي ام، وانت جبتي العيال دول محدش غصبك تجيبيهم ولا حطهم عندك. فانت حلوه ولا حطهم عندك دي ساي. فانت مجبره، وعايزه احط بين مجبره دي كده يعني بين قوسين خطوط واقواس كتير، انه انت تاخدي بالك منهم وتديهم الوقت اللي هم محتاجين والحاجات اللي هم محتاجين. فانا دايما بحس انه انا بعملها كواجب، بس في اوقات انا بعملها انا حابه ان انا اعملها. اوكي، طيب انا كأم لازم افهم انه ده بيسبب مشكله ليهم، وان انا كمان قررت ان انا ابقى امهم، ان انا اجيب عيال او ابوهم كمان، أو عشان أبوهم. الحته دي برضو اتقالت كتير على طبعا بابا كتير للاسف. فانا عايزه اعرف او عايزه اشوف العيال دي بصورة أحسن لمجتمع أفضل فيما بعد. فأنا قررت أجيب عيال، يا إما هقرر أن أنا أخليهم عندي وربيهم زي الطريقة اللي إحنا تربينا بيها اللي فيها حاجات غلط، لأن يعني إحنا دلوقتي في مجتمع واعي، يعني بقى فيه وسائل كتيرة قوي 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 إن إحنا نبقى واعيين إزاي التربية، ويعني إيه تربية، وإيه الخطر وإيه اللي مش خطر، ويعني إيه أطفال في سن مش عارفة إيه وهكذا. فإحنا للأسف من كتر الريسورسز او الوسائل المساعده اللي عندنا احنا بقينا نستخف بيها، او بقت محفوظه يعني، يعني خلاص طب ماشي انا لازم اقعد معاهم، طب بس انا مش قادره. فانا لازم افهم ان انا مش قادره، انا مش قادره ليه؟ لان انا عندي حاجات كتيره قوي. طب اعمل ايه انا كأم؟ ايه الحاجات البديله اللي انا ممكن اعملها ان هي تريحني؟ الحاجه الثالثه ان هم كمان محتاجين كده، محتاجين ام ومحتاجين اب. دي بقى قولي لي فيها كتير. فانا اولا عايزه اقول للامهات والابهات ده حقكم،
بس حقكم ده مش ما ينفعش يجي على واجباتكم. وحقكم ومشروع جدا بس بنسب معينه ما تاثرش على واجباتكم اللي المفروض تدوها لاولادكم. ففي حاجه اسمها انا معايا اتنين كائن قاعدين في البيت ليهم احتياج، الاحتياج ده ان انا ابقى اب وابقى ام. انا لازم ابقى اب وابقى ام، وده لو مش موجود، وللاسف للاسف للاسف انه في سن يعني مثلا خليني اقول من 6 لفيما لفوق كده لمثلا 13 دور الاب كريتيكال جدا. يعني دور الاب حتمي، يعني ما ينفعش يتخلى عنه. فلو بابا مش موجود دي فيها مشكله كبيره قوي قوي. انا وانا بتكلم في التريننجز اللي احنا بنتكلم فيها انه واحده جت تقول لي عارفه كنا بنتكلم عن دور الاب وازاي تكويني انا كشخص يعني اثر فيا دلوقتي واثر على تصرفاتي. قالت لي عارفه انا كنت اخواتي الولاد بيتخانقوا معايا ويضربوني وبابا كان بيبقى موجود عمره ما دافع عني. لو بابا مش موجود في البيت انا كنت هبقى قابله انه ما فيش حد يدافع عني. لكن مشكلتي الكبيره ان بابا كان بيشوفني بتضرب ومش بيقوم يحشم عني. ودول من عيله ذوات، يعني هم مش من عيله عايزه اقول يعني من سوشيال ستاندرد كويس جدا 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 وناس المفروض تبقى متعلمه ومدركه. لكن ده ملهوش دعوه بقى بمدى تعليم ولا مدى ولا معايا فلوس قد ايه ولا بشتغل فين. ده بقى حاجه في مجتمعنا ثابته وراسخه بتقول انه انا بابا انا مشغول انا بصرف عليكم بجيب لكم فلوس. اتقالت كتير برضه وباجي البيت سيبوني بقى يعني ايه اخد عيش انا بقى عيش انا لنفسي. ومش فاكر انه الشغل ده اهم من اللي بيحصل في البيت. ناس كتير قوي من اتكلمنا معاهم في سن جامعه بيقولوا انا احب ان بابا كان يبقى عايش معانا على انه يبقى عايش بره بيجيب لنا فلوس، مش مهم ناكل ونشرب. مش مهم بقى ان في عيال اللي قعدنا معاهم حتى الحاجات دي متلخبطه عندهم، يقول لك لا الفلوس اهم. طبعا تخيلي طبعا وصل لهم ده لانه جداً. ده مترسخ، هو بابا بيقنعه بيقول له انا بره علشان انا اجيب لك فلوس، انت هتموت من غير الفلوس. بس هو في الحقيقه هو بيموت كانسان من غير اب. طب بيحس بايه؟ يعني ايه اللي بيوصله لما بيشوف بابا سواء غايب عشان بيجيب فلوس او مامته طول الوقت كده او في التليفون مع اصحابها وكده؟ بيحس بايه؟ بابا عنده كذا دور مهم قوي. بابا بيدي الهويه، الهويه اللي هو انا مين؟ انا تبع مين؟ فانا دايما شايف المفروض ان بابا ده يبقى ده اجمد شخص في الكون، ده اللي بيعرف يعمل كل حاجه يعني. البطل. فانا لو تابع لي انا اسمي على اسمه. فانا دايما حاسس انه انا بابا ده الهيرو بتاعي. البطل اللي انا شايفه. لو ما فيش بابا في جزء كبير قوي من هويتي مضروب. انا مش تبع حد. انا لوحدي، انا لوحدي. الجزء الثاني اللي بابا بيعمله هو السكيورتي او الامان. فبابا ده لما مش بيبقى مش موجود بيبقى في جزء كبير قوي من الامان بتاعي متلخلخ. مش 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 لاقياه. فانا ممكن اتضرب بس بابا مش موجود، ممكن اتهان بس بابا مش موجود. لكن خلاص يعني تخيلي حته جزء كبير من الامان ومن الشخصيه راح. فانا كبني ادم بقى هطلع المجتمع يعني ما حدش يلومني بقى اللي انا بعمله، وده فعلا اللي بيحصل. مش بقدر الوم الناس ان هم بيتبنوا قيم معينه زي مثلا الكذب، زي الضرب، زي ان انا ارد الاهانه باهانه. ما هو اتعلمها لانه قرر ياخدها بدراعه، ما كانش في حد كبير ياخدها. فالبابا لما بيجي البيت ده بقى ده انت قررت تبقى اب، فده شغل، ده شغلك، دي شغلانتك. والام وانا قررت ان انا ابقى ام فدي شغلانتي انا ام. انا عندي شغلانه كأم، انا عندي شغلانه ان انا مش بس ارتب البيت ولا اعمل لهم اكل. يعني كنت بسمع ناس في التربيه يقول لك سيب البيت مبهدل مش مهم، بس البهدله اللي جوه عيالك دي اهم قوي من البهدله اللي في البيت. طبعا النظريه دي جدا جدا لعلمك بتبقى سلاح قوي تستخدمه الامهات. البيت مكركب ليه؟ علشان الاهم الطفل ما يبقاش مكركب. فانا احب قوي اقول للام يعني انا عارفه ومقدره قوي، او الاب كمان انا عارفه ومقدره قوي ان وقت التليفون ده وقت مستقطع يعني بتاخده لنفسك. بس لو الوقت المستقطع ده بيجي اصله مش هيجي بس على عيالك، هيجي علينا كلنا في الاخر. طيب معلش حاجتين. دلوقتي انا اعرف ازاي ان انا مش يعني افرض الولد مش عارف يقول يا ان انا لوحدي، اعرف ازاي ان الولد ده لا يعني انا كأم اعرف ازاي اني غالبا انا بقعد وقت كتير على الموبايل او بتكلم صحابي كتير او انا الاب بره على طول، اعرف ازاي ده لو الولد مش عارف يعبر؟
يعني اشوف نفسي ازاي يعني. اوكي انا ممكن اعمل انا ونفسي حاجه الاول. ماشي. ان انا احط التليفون بالتايمر على يعني اشغل التايمر اللي في التليفون واطفيه بعد ما اخلص الفيسبوك او التليفون اللي انا ماسكاه واشوف انا قعدت وقت قد ايه. واعمل لنفسي رقم قياسي انه مثلا انا قعدت مثلا ساعه الا ربع ساعه قعدت ساعه ونص. طيب اقدر اقلله قد ايه كل يوم لغايه ما اوصل مثلا ان انا ممكن اقعد لوحدي نص ساعه. طيب هل التليفون ده الحاجه الثانيه انا ونفسي برضه، هل التليفون ده الحاجه الوحيده اللي بتخرجني وتحسسني ان انا كويسه، ولا انا ممكن انزل الف حوالين العماره مثلا، انزل اشتري حاجه ليا كلها انزل اشتري مثلاً حاجه انا وابني الف مع اصحابي اي حاجه، انزل اقابل حد، اعمل جميله للبني ادم، اروح ازور عيان. فانا بلاقي الراحه بتاعتي فين. حلو قوي. اوكي طيب. فنمره واحد لو انا شايفه انه الراحه بتاعتي في التليفون، طيب احط لنفسي تايمر وقت معين. الحاجه الثانيه اشوف ايه تاني، ايه زياده انا بعرف استخدمه يقلل من التنشن بتاعي او الضغطه بتاعتي دي. اوكي فانا الحاجه الثالثه بقى اللي عايزه اقولها انه انا اكتشفت ان انا بمسك التليفون كتير جدا بس مش هو المخرج الوحيد اللي بيخليني اطلع كويسه، لاني بطلع ساعات تنست اكتر من الاول. من لو في اخبار وحشه يعني لو في حاجات غلسه حد ملقح عليا في الفيسبوك كده يعني. ففي ناس بتلاقيهم طالعين من فتره المفروض بفتره مستقطعه لنفسي لا اوحش من الاول. اوكي انا ممكن اسال بقى العيال بطريقه فيري دايركت، انت تحب ان انا اعمل ايه معاك؟ يا سلام. عارفه بقى انا مقتنعه دايما ان التشجيع ده وسيله لتغيير البني ادم غير ان انا يعني اخبطه في الحيطه ابطه مثلا. فانا ممكن بدل ما اقول له انا بقعد قد ايه في التليفون، او انت زعلان مني عشان بقعد في التليفون كتير، او ايه اكتر حاجه بتكرهها فيا، خليني اخدها للحته الثانيه اللي هي ايه نفسك اعمله، ايه اللي نفسك اعمله معاك. ففي عندي عندي بنت بتحب قوي تسرح لي شعري، طبعا بطلع مصدعة ودماغي قد كده، بس يعني دي حاجة هي بتحبها وانا شايفة ان هي مبسوطة وبتقعد تضحكنا بقى كلنا يعني زعرورتين مش عارفة ايه. انا بشوفك ساعتها يعني شكل غريب شوية بس كويس. حد تاني بنحب نحط مانيكير. في حاجة بقى بتهديهم قوي نفسيا، في بنت يعني بتقعد في التواليت اول ما ترجع من المدرسة وفقرة التواليت دي ممكن تحكي لي كل حاجة حصلت. وهي قاعده في التواليت بتضحكوا مع بعض يعني بنحكي فعلا. الوقت الوحيد اللي تقدر تحكي لي فيه اعرف عنها اي حاجه حصلت النهارده في وقت التواليت. وقت مميز جدا جدا ودسم. فاوقات فعلا انا يعني انا اختار ايه الحاجات اللي انا عايزه اعرفها عنه او ايه الحاجات اللي هتشجعني. انك بتقولي حاجات عمليه دي حاجه كويسه قوي. انا بحاول اساعد نفسي بس الصراحه فانا عايزه اعرف ايه الحاجات اللي هي هتبسطها وفي نفس الوقت انا هعملها لها فتتبسط، غير خالص لما انا عارفه مثلا انا بتبسط جدا وانا بلون فهكبرها لا تعالي نلون. بس هي مش بتحب تلون، هي بتحب اكتر مثلا نطبخ مع بعض، نقعد نعمل عجينه ونحطها في الفرن. اي نعم بتطلع بايظه وبنرميها يعني كتير واوقات كتير، بس في اوقات فعلا بتبقى دي مخرج لينا احنا الاثنين. طب معلش انا بسمع برضو الكلمه دي كتير، اصل انا ماليش خلق في التعامل. فممكن يكون ردك لا طيب ما اشوف ايه اللي ضغطك والكلام ده، بس في ناس بتقول لك لا اصل انا ماليش في التعامل مع الاطفال، يعني انا اعمل لهم اكلهم شربهم مش عارفه ايه، لكن ماليش ان انا العب واعمل خرز وخد اعمل في شعري ومانيكير والكلام ده. في ناس مولوده ملهاش خلق في التعامل مع الاطفال. انا بذاكر الترم اللي فات، انا بعمل ماسترز بذاكر انتربرينور شيب اللي هي رياده اعمال. ريادة الأعمال دي مبنية كلها على إزاي البني آدم يبقى كرياتيف أو يبقى قصدي مبتكر يعني. تمام. يبقى مبتكر. فأول ما يبتكر، أول ما البني آدم يبقى مبتكر تلاقيه فجأة راح شاف احتياج معين وابتدى يبتكر في الاحتياج دي فيعمل له في كل جوانب حياته مش بس مثلا احنا بناخدها في الأعمال في البيزنس. تمام أوكي. فتلاقيه راح عمل بيزنس بيخدم الاحتياج ده. تمام أوكي. فهي مبنية كلها على الابتكار. فقعدنا ثلاث محاضرات مثلا بنذاكر إيه؟ كرياتيفيتي. والدكتور بتاعنا بيكلمنا ازاي البني ادم يبقى مبتكر. تخيلي من ضمن الكذا نقطه انه اقعد مع اطفال هم بيخلوني مبتكر. تخيلي انا طبعا ما صدقتش. دي جديده دي، بس بيقول لك انه فعلا دي دراسات يعني انه طول ما انا قاعد مع اطفال انا
بشوف الحاجات بمنظور جديد مختلف. لان انا قاعده معاكي انا وانت نفس الجيل, احنا شايفين نفس الحاجات بنفس الطريقه. اوكي, غير خالص لما اقعد مع طفل هو شايفها, يعني مثلا لو شخبطه هو شايف ان هي عصفوره. فسويني حضرتك بتقولي ان حتى لو انت حاسس انك ما عندكش القدرات دي, لا اقعد عشان هو اللي هيفتحها او هو اللي هيخليني. دي حاجة هتخليك انت مختلف. فمفيش بني ادم مولود ما عندوش طاقان. حلوة دي. مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها انا بيحصل لي اصلا, دي مش علبة محطوطة جواك, دي علبة الطاقان. فاول ما تتملي حضرتك هتحبط. لا, هي زي عضلة, هي عضلة فعلا. انا كل شوية بنميها بالوقت, بنميها بان انا وهي مبتكرين. فهي عمالة توريني حاجات بطريقة جديدة انا عمري ما فهمتها. عيالي بيفتحوا لي مخي كتير قوي. يعني نقعد انا وتامر معاهم نبقى حاسين ايه ده, هما ازاي كونوا الجملة دي مثلا, ازاي فكروا في الفكرة دي, ازاي قررت. بنتي امبارح راحت عملت كارت لصاحبتها, عملت لها كأنه بازل جوه الكارت. عملت مفتاح لل... 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 للكلام اللي جواه, وكل كلمه بسيمبل معين, والسيمبل ده محطوط في المفتاح كانها خريطه. وانت عشان تقري الجواب كله لازم ترجعي للمربع اللي في النص. ده اختراع فعلا. فهي دي مشكلتنا. ان انا مش ببقى فاهمه ان هي ممكن تخترع حاجه. اوكي, الحاجه الثانيه انا بساعد نفسي بقى, انا برضو اساعد نفسي ان انا احط كذا حاجه انا وهم بنحبهم وكتبهم على التلاجة مثلا. اروح حاجات مشتركه بيني وبينك. اوكي, حاجات نقدر نعملها. لان اوقات الطاقان ده بنحب احنا الاثنين نعمل الخرز, بنحب احنا الاثنين نعمل كيك مع بعض. اصل انا كنت طفله برضو. يعني فاهم, يعني احنا كمان كنا اطفال. فلو انا وانا طفل وانا جوايا الطفل لغايه دلوقتي. انا بحب الون, بحب اشخبط, فهي كمان بتحب تلون وتشخبط. فاقول ايه الحاجات المشتركه بين الطفل اللي جوايا اكيد والطفل. هلاقي لازم يعني. وهي لو انت راجل وانت طفل بتحب تلعب بالكوره, هي هتتبسط وهي شايفاك بتلعب بالكوره. يعني كنت بستمتع استمتاع لما بابا ينزل يلعب معانا كوره, كنت انا واصحابي بنلعب كوره في الشارع. بتبسط جدا ان بابا بيعرف يشوط الكوره. مش فارق معايا اجيب اجوان, يعني ما كنتش مدركه. لا, بس تعالوا شوفوا بابا يعني بيعمل معايا ايه. لما يعلمنا نصطاد, لما يعلمنا كده. فانا البابا والماما دول عندهم ادوار خطيرة. وفي نفس الوقت انا مش مدركة ان هما كمان بيضيفولي حاجة. هو انا فاكرة ان ايه ده عبء عليا, ده واجب, ديتهم من وقتي وضحيت, ده انا هضحي فعلا واقعد معاكم. لا, دي مش تضحية, ده بيعود عليك في شغلك, بيعود عليك في افكارك, انت بتطور من نفسك وانت قاعد معاهم. شكرا ليكي جدا استاذة نيرفانا, وهنكمل باقي الحلقات اللي جاية. استنونا.